ولنقاش الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة أورفا تركيا الكاتب والمحلل السياسي ركان الخضر. أهلا بكم سيدي. مساء الخير لكم ولكل من يشاهدنا عبر قناتكم الموقرة. مساء النور. كيف تفسر ضغط روسيا المستمر على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم؟ سيدتي الكريمة، روسيا تسعى بشكل كبير إلى إعادة تدوير عصابة الأسد، وأيضا إيحاء للمجتمع الدولي بأن هذه العصابة قادرة على السيطرة وتلبية المتطلبات الدولية، وأيضا طمعا في إقناع العالم بأنها قادرة على إعادة الإعمار. نعم. أما روسيا فتسعى من وراء ذلك للحفاظ على المكتسبات التي حققتها من خلال السيطرة على كثير من الموارد الاقتصادية عبر الاتفاقيات التي أبرمتها مع عصابة الأسد على حساب الشعب السوري. في ظل تصريحات الإدارة الأمريكية حول استحالة عودة اللاجئين بسبب ممارسات النظام وحلفائه، ما هي أهم المخاطر التي تهدد عودة اللاجئين؟ لنا تجربة مع هذه العصابة بعودة بعض اللاجئين من مناطق مخيم الركبان وغيره من هذه المناطق ولبنان إلى سوريا، ورأينا ماذا تصرفت هذه العصابة مع أولئك العائدين، فمنهم من تم تصفيته ومنهم لا يزال قابعا في سجون النظام السيئة الصيت. بالتزامن مع وصول تعزيزات للميليشيات الإيرانية إلى مطار منغ العسكري، ما مدى وجود مخاوف إيرانية من الدور الروسي في سوريا؟ أنا أرى أنه الدور الإيراني والروسي مكملين لبعضهما البعض، ولا يمكن لروسيا الاستغناء عن إيران كما أن إيران لا يمكن لها الاستغناء عن روسيا، وما نشاهده هو عبارة عن تقاسم نفوذ أو تقاسم سيطرة على الأرض، وأيضا تقاسم لغنائم من مقدرات الشعب السوري، وللأسف الشديد بمساعدة هذه العصابة التي لا زالت تبرم صفقات مشبوهة أو عمليات بيع لمقدرات الشعب السوري لكلا هذين الاحتلالين. أمام هذه الأجواء المشحونة والقصف المستمر على إدلب، إلى أي مدى يمكن أن تكون المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية منفذا مهما لإعادة بث روح الثورة السورية من جديد؟ المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لفرضها في شمال شرق سوريا هي مطلب شعبي ومن جميع مكوناته، سواء العربية أو الكردية أو التركمانية أو الآشورية، كما أن هذه المنطقة تقطع الطريق على العصابات الانفصالية الإرهابية من قطع جزء مهم من الأرض السورية وخلق دويلة. هذه الدويلة حتما ستكون محرض لصراعات طويلة الأمد فيما بين هذه المكونات في المنطقة. هذه الصراعات تؤثر بشكل سلبي وكبير على خلق مناخ مستقر وآمن في المنطقة، كما أنه يشكل عائقا أمام نمو وإعمار هذه المنطقة التي ينشدها الشعوب التي تقطنها. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ركان الخضر، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة أورفا التركية.